حياكم الله أحبتي المشاهدين. مع استمرار تردي خدمة الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات، باتت المولدات الأهلية هي الحل الأبرز والبديل الأبرز لهذه الظاهرة، على الرغم من المشاكل اللي تعاني منها المولدات واللي يعاني منها المواطن بسبب ارتفاع أسعار الأمبير وغيرها من التفاصيل. لكن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش هذا الموضوع المهم والحيوي، وهل التزمت المولدات الأهلية بالتسعيرة التي وضعتها الجهات الحكومية أم لا، وهل ستستمر المراقبة على أصحاب المولدات بهذا الخصوص طوال السنة أم فقط هذا الصيف؟ تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا بحلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. تشكل مولدات الكهرباء المنزلية في العراق كارثة بيئية بما تنفذه من سموم وتسببه من ضوضاء، وما يحمله دخانها من مواد سامة يستنشقها الناس، بالإضافة إلى الأصوات العالية للمولدات الأهلية التي تضج في أغلب أحياء بغداد. كذلك أسلاك تزويد البيوت بكهرباء المولدات تفسد منظر العاصمة العراقية، فالمولدات الأهلية بديل كارثي لا مفر منه. يوم بعد آخر تزداد معاناة الأهالي مع مشكلة انقطاع الكهرباء والاعتماد على التيار الكهربائي من المولدات، مما أثقلت كاهل العائلة العراقية بتكاليف شهرية رغم ضعف الدخل المادي. مواطنون في العاصمة بغداد أكدوا اضطرارهم إلى دفع الأجور خشية جبروت أصحاب المولدات وتهديداتهم بقطع خطوطهم وعدم إعادتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد. وبحسب مختصين أن الدعم الحكومي لتوفير الوقود للمولدات وتحديد سعر الأمبير يسهم في حل المشكلة نسبياً، مع ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن. إذن أحبتي المشاهدين، طبعاً يعاني العراق منذ عقود من الزمن من مشكلة كبيرة وهي مشكلة الكهرباء، وهي الكهرباء هي تعتبر هي الأساس لحياة المواطن بسبب أنه هي توفر له كل ما يحتاجه من أجهزة الكهربائية اللي يحتاجها، من الإنارة، من غيرها من الأمور، وهي الأساس في حياة كل مواطن. لكن إحنا نلاحظ بعد 2003 بدأت هذه المشكلة تتفاقم يوم عن يوم ودون حلول، على الرغم من المبالغ الطائلة التي صرفت على هذا الملف لكن دون جدوى، ما شاهدنا أي تحسن بملف الكهرباء، وعلى الرغم من المحاولات اللي قامت بها الحكومات المتعاقبة لكن دون جدوى. فبعد 2003 برز الحل الوحيد، والحل هو يعتبر هذا حل يجب أن نعتمده، وهي بدأت انتشار ظاهرة المولدات الأهلية، وباعتبار أن هذه المولدة هي اللي ستوفر الكهرباء بصورة مستمرة للمواطن العراقي. لكن أصبحت هذه الوفرة على حساب المواطن، وأصبحت مشاكل كثيرة يعتمدها ويعاني منها المواطن العراقي. طبعا على الرغم أنه أصبحت هي الحل الوحيد وأصبح أنه هي يعتمدها كل شخص، لكن ما توفر وما تغني عن الكهرباء الوطنية بسبب أنه هذه المولدات مهما كانت هي تعاني من يعني تذبذب في قوة التيار الكهربائي، تعاني من ضعفها، مشاكل اللي تعاني منها أيضا العطلات وغيرها من الأمور، هذه كلها تقع على عاتق المواطن العراقي. ونلاحظ أنه أصبحت أنه هي حل موجود وحل وحيد ويجب أنه إحنا نعتمده، وأي شخص يعتمده، أبو المحل، أبو البيت وغيرها من الأمور. طبعا أحبتي المشاهدين، مشاكل كثيرة تعاني منها المولدات الأهلية والمولدات اللي موجودة يعني بحياتنا اليومية، من ضمنها هي عشوائية وجودها في المناطق السكنية. نلاحظ أنه تسبب الضوضاء وهذه مشكلة كبيرة، الأصوات اللي تطلقها هذه المولدات يعني مسبب أزعاج للمواطن بصورة لا توصف، على الرغم من وجود مولدات هي بهذا تكون كاتم، لكن مو أي شخص يقدر يوفرها بسبب أسعارها المرتفعة، وبسبب أيضا صاحب المولدة يضيف سعر إضافي على
سعر الأمبير بسبب أنه هذه مولدة متطورة وغيرها من الأمور. من المشاكل الأخرى اللي تعاني منها المولدات أيضا واللي يعاني منها المواطن بالدرجة الأساس هي الغازات المنبعثة من هذه المولدة، وهو غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو طبعا جدا مضر لصحة الإنسان. الكثير من المواطنين وكل بيت عدة شخص مريض كبير بالسن، عدة أمراض مزمنة، الطفل وغيرها من الأمور، هذه كلها انبعاثات غاز هي غير محببة وغير يعني صحية للمواطن، بالإضافة إلى أن هذه المولدات متوفرة بكثرة في المناطق السكنية، والمنطقة الواحدة تتوفر بها عشرات المولدات، أو كل مكان مولدة بمولدتين إذا مو ثلاثة، بسبب حتى يكون أكو استمرارية بتوصيل المواطنين بالتيار الكهربائي. وأيضا مشاكل لا تعد ولا توصف من هذه المولدات، من ضمنها هي يعني أسباب أو انقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع أيضا تيار المولدة الأهلية، بسبب أنه أيضا تصل إلى تتعطل هذه المولدة وتصل ممكن إلى أيام متواصلة إلى يومين أو ثلاثة بسبب أنه إصلاح هذه المولدة. يعني بالمجمل مشاكل كثيرة مثل ما ذكرنا، لكن هذا حل لابد منه، وأيضا يسبب تذمر المواطنين وإحنا نريد كهرباء وغيرها من الأمور. لكن إحنا نشوف إنه هذا الموضوع يحتاج لمتابعة مفروضة من قبل الجهات الحكومية منذ سنوات. يجب أن تكون هناك متابعة على جشع أصحاب المولدات، على إيجاد حل مناسب حتى نتخلص من هذه ظاهرة انتشار المولدات بكثرة، وهذا كله يعني يحدث بأثناء توفير التيار الكهربائي اللي هو نقول الوطنية بالعامية، حتى نقدر نحصل على أكثر وقت ممكن من التيار الكهربائي، وأيضا نتخلص من مشكلة هذه الأصوات والضوضاء وغيرها من الأمور. من المشاكل أيضا اللي تسببها المولدات هي الحرائق اللي تحدث لسبب مثل ما ذكرنا قبل قليل، تذبذب قوة التيار، هذا تسبب يعني احتراق بعض الأجهزة أو ممكن مرور شاحنة أو بناء موجود في المنطقة السكنية، نشاهد أيضا يكون هناك انقطاع بالأسلاك، فهذا يسبب أيضا يعني ضرر للمواطن يبحث عن السلك اللي هو معتمده، وأيضا ممكن يبدله أو يضيع عليه وغيرها من الأمور، أو الشخص اللي يحاول إنه يصلح هذا السلك ممكن يصاب بصعقة كهربائية، يعني تفاصيل كثيرة، بالإضافة إلى تشوه منظر المدينة والمنطقة بسبب تشابك الأسلاك الموجودة بسبب كمية سحب المواطنين للمولدات الأهلية. نلاحظ أنه يعني مع الأسف أنه الأفرع تكون أسلاكها متشابكة، الواجهة المنطقة، الشوارع الرئيسية، المحلات يعني المحلات اللي يعتمدها المواطن بحياته اليومية، يعني تفاصيل كثيرة وعديدة، وهذا بسبب أنه كل شخص يسحب أكثر من خط، خاصة أصحاب المحلات حتى يسحب أكثر من خط لتوفير الكهرباء المناسبة لمحله، وتفاصيل كثيرة وعديدة. لكن يجب أن تكون هناك حلول جذرية وحلول قاطعة لهذا الموضوع، ونتأمل خير في القادم. طبعا أبرز مشكلة يعاني منها المواطن في بغداد والمحافظات، يعني المشكلة الأبرز في العراق، هي ارتفاع سعر الأمبير الواحد. طبعا سعر الأمبير يختلف من منطقة إلى أخرى، يعني نلاحظ أنه يتراوح من 20 إلى 25 للخط الذهبي. نلاحظ أنه مع نهاية كل شهر وبداية شهر جديد تبدي الاتصالات تكون بين العوائل العراقية اللي من مناطق مختلفة، يا بش قد أخذ منك أبو المولدة، يقول له يا أبا والله 20 مثلا أو 23، الشخص الآخر يقول له والله أنا أخذ مني 25. يعني هاي الأقاويل تتراوح وتتراود بين العوائل العراقية، لكن دون حل، يعني ما يقدر انه الشخص يروح يحاجج ابو المولده ويقول له والله فلان منطقه اخذ من عنده 20، ليش انا 25 واني هم خذ ذهبي والشخص الثاني هو خذ ذهبي، ما يقدر يحاجج باي نقطه. وهذا ايضا مشكله كبيره وكانت هي الابرز، لكن بالإضافة لأنه المشاكل الأخرى اللي يعاني منها المواطن هو صعوبة يعني أنه هو يوفر تسعيرة المولدة ولسعر الأمبير، كان يعني المواطن العراقي يعاني من مشكلة توفير رقمة العيش بصعوبة يوفرها لعائلته، أغلبهم مثلا يعانون من ارتفاع الإيجارات، ونعرف أنه إحنا صعوبة المعيشة في العراق وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، هذه أيضا يعني تضاف إلى كهل المواطن
المواطن العراقي، ويضاف كاهل المولدات الأهلية أيضا، مثلا أنه بعض العوائل وأغلبها يسكنون بمنازل تكون هي إيجار، وهي ارتفاع الإيجارات هاي لا تعد ولا تحصى، وإحنا تناقشنا بحلقات سابقة من برنامج ليش لا عن ارتفاع الإيجارات الموجودة في العراق بصورة عامة. يعني إذا وفر الإيجار، الإيجار مثلا 400 إلى 500، تجي سعر أمبير مثلا إذا 20 وإذا ساحب لخمس أمبيرات توصل إلى 100، عنده الإنترنت، عنده يوفر لقمة العيش لعائلته من غير الشخص اللي عنده مريض، ونعرف اللي عنده مريض خلص يعني هاي بعد ما يلحق أي مبالغ إنه هو يأمنها. فهذه هي القائمة تطول، يجي نهاية الشهر الشخص اللي ما عنده يروح يتوسل إلى صاحب المولدة، ممكن تمهني كم يوم يقول له مثلا بعض طبعا أصحاب المولدات يقول له والله ما أقدر، والله أنا لازم أسلم مبالغ، أو العامل يقول له والله أبو المولدة صاحب المال ما يقبل، لازم أنا أخذ، وإذا ما أخذ منك أنا أقطع عليك الخط أو أنه شوف لك خط ثاني. لكن البعض الآخر لا، يحاول أنه هو يقسط المبلغ على الشخص، البعض الآخر يتسامح وينتظره فد أسبوع. يعني أكو يعني تتراوح هذه الأسباب وهذه الحلول بين مولدة إلى أخرى وبين منطقة إلى أخرى. إذا إحنا نحاول إنه نكون رحيمين ورؤوفين بهذا الموضوع، لأن فعلًا إنه توفر الكهرباء هذا ضروري وجدًا تحديدًا في فصل الصيف. يعني كل عائلة عراقية بإمكانها إذا أرادت تسحب 5 أمبيرات، هاي أقل شيء، يعني هاي يا دوب اللي تشغل لك اللي تقدر عليه الأجهزة الكهربائية، وهي ضرورية في فصل الصيف. من غير وسائل الراحة والمبردة وغيرها من الأمور هاي أيضًا ضرورية. ومن غير انه بعض المولدات هي صعود مثل ما ذكرنا قبل قليل انه تكون يعني الكهرباء مالتها كلش قليله، يعني يا دوب انه هي تشغل الاناره وغيرها من الامور. فمشاكل كثيره وكثيره يعاني منها المواطن العراقي بخصوص هذا الموضوع. طبعا اهم نقطه انه احنا من نجي نسال ابو المولده نقول له يابا ليش هالقد مرتفع سعر الامبير، ليش انه احنا ما نقلل، يقول لك والله الوقود اللي نوفرها للمولده بصعوبه، او ما عندنا حصه حكومية، أو إحنا أهلية، أو تفاصيل كثيرة والقائمة تطول، أو أنا والله مولدتي تعطل أنا شلون أصلحها إلك، وغيرها من الأمور وهذه التفاصيل اللي يرددها واللي يذكرها صاحب المولدة. لكن السؤال اللي نقدر أو اللي نريد نطرحه، هل فعلا إذا توفرت الوقود بصورة منتظمة لأصحاب المولدات وإن كانت أهلية، هل فعلا هي ستقلل من سعر الأمبير؟ هل فعلا أنه هذا عدم توفر الوقود يرفع سعر الأمبير 3 أضعاف إلى 4 أضعاف السعر الحقيقي واللي هو مستحق لصاحب المولدة أم لا؟ تعالوا نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. الكهرباء يبدو أنها سوف تكون أفضل خلال هذه السنة أو خلال هذا الصيف، لأنهم وعدونا ب 25,000 ميجا واط كهرباء، أو هاي 25,000 ميجا واط رقم كبير، وممكن أنه يجهز المواطنين كمية كهرباء قد تزيد على 20 ساعة يوميا. هذا دعم لم يكن مسبوقا يوما ما، هذا الدعم وبظل هذه الحكومة لم يكن مسبوقا أبدا. والله بعد هو شيء آخر حقيقة، أني أشكر وزارة الكهرباء وأشكر كل جهود المخلصين، سواء كان من المحافظة بمتابعتهم، ومن وزارة الكهرباء بالجهود الكبيرة اللي قاموا بها بجعل المولدات كلها تقريبا تعمل وبطاقتها القصوى. وكذلك أشكر وزارة النفط التي دعمت وقود المنظومة الكهربائية بالكامل، وكذلك زادت من تجهيز أصحاب المولدات
بنسبة 50% من الغاز أويل الذي يجهزونه، بحيث ارتفع من 20 لتر للأمبير إلى 30 لتر للأمبير، مع أن أصحاب المولدات نادرا ما يشغلون مولدات، وإنما يسرقون الكهرباء من المنظومة الوطنية للكهرباء حينما ينطفئ أحد الكهرباء على أحد الأحياء الوطنية، فيسرقون الكهرباء من الأحياء الأخرى التي ما زال فيها كهرباء ويجهزون المشتركين. هذا يعني خلينا نقول أصبح عادي، ويعترفون به بشكل واضح وصريح. حقيقة يراد لهم متابعة أكبر، ونرجو أن تكون كذلك، رغم علمي أن محافظة بغداد وباقي المحافظات كما علمت أنهم يتابعون هذا الموضوع بدقة وبسرعة شديدة. عسى ولعل هذه المتابعة تنفع، وممكن أنه يتعظون. المهم أنه يجب أن تكون العقوبة صارمة على أصحاب المولدات. يجب أن يعلموا أن الحكومة جادة بالقضاء على أزمة الكهرباء في البلد. حقيقة الدعم الحكومي إلى أصحاب المولدات ممتاز جدا. يعني أولا الكهرباء الوطنية جهز يعني أقل شيء 18 ساعة باليوم، في الليل بالكامل بدون توقف الكهرباء الوطنية تعمل في العطل وغيرها. يعني عندما تقل الأحمال أيضا يصير التجهيز كامل، ومع ذلك زودوا وقود المولدات من 20 إلى 30 لتر للأمبير الواحد، في حين أصحاب المولدات أصلا لا يشغلون المولدات، وإنما يبيعون هذا الغاز، غاز أويل، يبيعوه إلى السوق السوداء، لأن ما يشغلون رأسا، وهذا باعترافهم. يعني إضافة إلى ذلك أنهم هم يعلنون وبشكل واضح أنهم يسرقون الكهرباء من المنظومة الوطنية في وقت انقطاع الكهرباء عن منطقة معينة أو محلة معينة. هذا كله، و السعر الذي فرضته الحكومة لم يلتزموا به. فمثلا في منطقتنا السعر هو 12 للذهب، 12 ألف، حقيقة هم أخذوا 15 ألف، ومع ذلك استهتروا بشكل غير معقول المستهلكين أو المشتركين معهم. هذا السلوك حقيقة يعني شفناه احنا واضح جدا، حتى يعني أنني مررت بتجربة أمس حيث انقطعت الكهرباء اللي جهزنا بيها صاحب المولدة خلال أقل من ساعة 31 مرة. طبعا أحبة المشاهدين، في 23 من نيسان 2023 زار رئيس الوزراء العراقي السيد
محمد الشياع السوداني مركز السيطرة الوطني للكهرباء في اللي هو مسؤول عن توفير الكهرباء في بغداد والمحافظات، وتحدث بلسان كل مواطن عراقي، ووجه أسئلة اللي هي موجودة بقلب كل مواطن وبعقل كل مواطن. كل مواطن احنا نشوف انه يقول والله من يجي يعني وقت انه يدفعون رسوم المولدة الأهلية، لاحظ ان المواطن والله الكهرباء الوطنية طفت مع نهاية الشهر وبداية الشهر حتى ندفع المولدة، وهذه كلها بعض التفسيرات اللي من قبل المواطن يقول لك والله تلقى الكهرباء متفقة ويا ابو المولدة على مود ندفع المولدة، تلقى انه هم اكو اتفاقية بين الجهات وغيرها، يعني هاي الاسباب اللي يذكرها المواطن حتى انه فقط يفرغ غضبه بهذا الموضوع. لكن رئيس الوزراء وجه هذه الأسئلة وكانت أسئلة دقيقة، وهي فرحت كل مواطن عراقي، وكانت هي سؤال موجه من كل فرد موجود بالعراق. وفعلا ذكر أنه ليش أنه ينقطع التيار الكهربائي مع نهاية كل شهر وبداية كل شهر، وكنا شاهدنا اللقاء وأيضا لقى تفاعل كبير من قبل المواطنين، وأيضا وجه بمتابعة هذا الملف، ووجه أيضا أنه يكون يقدم إلى تقرير شهري مع بداية كل شهر ونهاية كل شهر عن ساعات التجهيز. وعلى أساس هذا الموضوع لاحظنا ولمسنا بعض التحسن بموضوع الكهرباء، لاحظنا أنه تحسن يعني عدد تجهيز ساعات الكهرباء للعراق بصورة عامة وتحديدا في بغداد، وهذا لمس أيضا كل مواطن عراقي. وعلى أساس هذا الموضوع أيضا قام رئيس الوزراء بمتابعة ملف تسعيرة المولدات، وأيضا بدأت الجهات المعنية بهذا الموضوع أن تحدد تسعيرة للمولدة على أساس بعض النقاط، هي عدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية بهذا الشهر، وأيضا توفر الوقود لأصحاب المولدات وغيرها من الأمور، وأيضا توفير الغاز اللي هو يكون مدعوم من قبل القطاع الحكومي أيضا، حتى هاي كلها أمور تسهل وتقلل من سعر الأمبير وتقلل من الأعباء اللي هي مضافة على كاهل كل مواطن عراقي. وفعلا لمسنا هذا الموضوع، لكن للأسف مو كل صاحب مولدة التزم بالتسعيرة المحددة، وكل بداية الشهر نلاحظ أنه هناك جولات ومتابعة حقيقية ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المسؤولة على هذا الملف، وشاهدنا هناك أصبحت الكثير من المخالفات لكن تم السيطرة عليها، ونأمل الكثير والكثير في القادم. لكن السؤال اللي نريد نذكره، هل هذه المتابعة وهذا التدقيق وهذه الأمور هل ستستمر طوال السنة أم ستكون فقط في فصل الصيف؟ وكيفية أنه إحنا نذلل الصعوبات حتى نحافظ على هذا الرتم وهذا التسعيرة اللي هي تحدد من قبل الجهات المختصة؟ شوفوا جواب إحنا وياكم راجعين. حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم بمتابعة ملف المولدات، وجه السيد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا المحترم باستمرار الحملات الميدانية، ووجه جميع مسؤولي الوحدات الإدارية بأن تكون هنالك جولات ميدانية مستمرة لجميع أصحاب المولدات في العاصمة الحبيبة بغداد. الغرض من هذه الجولات هو متابعة التسعيرة والتشغيل للمولدات العاملة في العاصمة بغداد، وكذلك متابعة كافة تعليمات المحافظة والتسعيرة التي تصدر من المحافظة. طبعا ضعف وقلة متابعة موضوع المولدات الأهلية وأيضا متابعة ملف التسعيرة وغيرها من قبل الحكومات المتعاقبة والجهات المختصة على هذا الموضوع في السنوات السابقة هو اللي جعل أصحاب المولدات يتمادون في موضوع التسعيرة وموضوع وضع التسعيرة كل شخص حسب هواه واللي هو يرى مناسب. وهذا الموضوع من مثل ما ذكرنا من نجي نسأل صاحب المولدة وأيضا كل أصحاب المولدات ترفض أنه هي تقلل من سعر الأمبير بسبب تقول لك أنا ما تصرف لي أنه أنا أنزل سعر الأمبير، ما راح توفر لي ربح، ما راح توفر لي احتياجات المولدة ونتغطي احتياجات المولدة من يعني
الصيانة وغيرها من الأمور. وإذا عطلت المولدة هاي تكلف مبالغ ضخمة حتى أنه إحنا نصلحها، وأنه بسبب يعني أنه هي تشتغل بصورة مستمرة بسبب عدم توفر الكهرباء. لكن الآن نلاحظ ونلمس بعض التحسن بموضوع الكهرباء الوطنية ونأمل خير. لكن بعد ما فرضت الجهات المختصة تسعيرة للمولدة مع نهاية كل شهر، لاحظنا أنه بعض أصحاب المولدات رفضت هذا الموضوع، مثل ما ذكرنا أنه تقول لك أنا ما تصرف لي وأنا ممكن المولدة تعطل وغيرها من الأمور. فنشوف أنه محافظ بغداد وأيضا وضع رقم لتقديم الشكوى، وهذا المواطن هو اللي يقدمها للجهات المختصة حتى يسيطرون على هذا الملف. لكن بعض المواطنين للأسف يتخوفون من موضوع أنه هو يقدم شكوى، لأن في السابق كان من يقدم شكوى أنه خلص هذا انتهى ملفه وانتهى موضوعه بهذه المولدة، وصاحب المولدة خلص يعاقبه أو يرمي الخط بوجهه ويقول له روح شوف لك مولدة ثانية وأنا ما أصرف لك وغيرها. لكن الآن عندما أنت تتصل ما راح يعرف صاحب المولدة من اللي اتصل ومن اللي هو شكى. لكن بعض أصحاب المولدات مع كل الاحترام لهم هم التزموا بتوجيهات الجهات المختصة بخصوص هذا الموضوع، وكانوا متعاونين مع العوائل العراقية، وأيضا كان هناك في العادة وفي الطبيعة أنه كان موجود أنه تعاون من أصحاب المولدات مع المواطنين للعوائل المتعففة، وجزاهم الله خير الجزاء. لكن مثل ما ذكرنا بعض المولدات لا، أو أصحاب المولدات يقول لك لا والله أنا ما أتصرف لي. فتقديم هذه الشكوى يجب أن يكون هناك تعاون بين الجهات الحكومية والأمنية والمواطنين حتى نقدر نسيطر على هذا الموضوع، حتى يقدر المواطن أنه هو يتمتع بتسعيرة مناسبة، وأن حتى نقدر أنه إحنا نستمر بهذا التحسن، وأيضا الجهات تكون لها بوادر ومساعي خير بخصوص هذا الموضوع. وشاهدنا أنه إحنا مع نهاية كل شهر تبدي جولات التفتيشية والمتابعة والمراقبة، وهذا الموضوع يعني نلمسه، وتكون هناك جولات حقيقية، تكون هناك متابعة حقيقية من قبل الجهات المختصة. ومشكورين طبعا على هذا الجهد الفعال، ونتأمل خير في القادم. السؤال هنا مشاهدينا الأكرم اللي يطرح من قبل الكثيرين، يعني محافظ بغداد حدد رقم لتقديم الشكوى، وهذا الرقم هل فعلا مفعل؟ هل فعلا لمستم بعض التبليغات وكان هناك جولة فعلا تكون على أثر هذا التبليغ؟ وهل هذه التبليغات هي حقيقية أم لا؟ تعالوا نتعرف على بعض التفاصيل احنا وياكم، لأن هذا الموضوع جدا مهم وهذا الرقم جدا مهم حتى نسيطر ويتم السيطرة على موضوع التسعيرة وغيرها. نشوف الجواب احنا وياكم راجعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نستلم الشكاوي عن طريق موقعنا في الفيسبوك أو في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، أيضا عن طريق الرقم المخصص، بدور نحولها إلى الجهات المعنية، وحدات إدارية، مقاميين، نواحي. الشكوى تتضمن رقم هاتف صاحب المولد، أيضا عنوان واضح يكون، إجراءات هناك بالمتابعة من قبل الوحدة الإدارية. نتعامل مع الشكوى بسرية تامة، ما نذكر اسم صاحب الشكوى أبدا، فقط ولا غير ملزم أيضا بأن يوضح اسمه يعني. فبالتالي ما عليه أي عناء أو ما عليه أي محاذير. إذا أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز على بعض النقاط المهمة. هي أولا يطالب المواطن رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء والجهات الرقابية بمنع استغلال المواطن العراقي في ظل الظروف الصعبة، ويكون هناك متابعة مستمرة لهذا الملف. ثانيا يجب أنه تكون هناك المواطن يتمتع بالشجاعة وبالقوة والتبليغ على كل صاحب مولدة لم يلتزم بالتسعيرة ولم يلتزم بساعات التجهيز حتى نقضي على هذه الظاهرة. ثالثا وأخيرا يجب أن نوفر أو توفر الجهات الحكومية الوقود المناسب لأصحاب المولدات حتى يكون هناك تعاون بين الجهات الحكومية وبين أصحاب المولدات حتى نقضي على هذه الظاهرة. إذا أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع آخر. إلى اللقاء.